السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين طلاب الصف الثالث اي ثانوي. فيديو جديد على قناة مستر محمد ديب بالفيديوهات الأخيرة اللي قبل الامتحان. نحاول احنا على يعني نشوف طلباتكم، مشكلتكم، عندك أزمة في ايه عشان نحاول نحلها. طبعا أكتر المشاكل اللي دايما بتقابل الطلبة وتبعتها لنا سؤال كومبرهنشنز القطع. في ناس كتير للأسف عنده مشكلة في القطع والتعامل مع القطع، وهو ما اتضربش طول السنة، طول السنة كان بيبعد عن السؤال ده. فوجئ بقى في الآخر ليلة امتحان أحل ازاي؟ ده انا عندي قطعتين في الامتحان ب 16 درجه، كل قطعه ب 8. ده في طلبه في ثانويه عامه مش عارف الامتحان فيه قطعتين، فاكر ان هي قطعه واحده. او في واحد فاكر ان هو زي ما كان في الاعدادي بيحل القطعه بالشبه. فخلي بالك كان في ناس كل تعامله مع الكومبرهنشن لغايه اعدادي هو بيقرا القطعه مش فاهم حاجه. فكان يمسك اسئله في كلمه غريبه في السؤال يطلع يدور عليها فوق، اول ما يشوفها يكتب اللي قبلها واللي بعدها، هو كده حل القطعه. طبعا كان ده ما ينفعش ثالث ثانوي، اصلا القطع كلها ما فيهاش كتابه، ده كلها جمل تشوز، يعني انت لازم تبقى فاهم ان القطع فيها شغل. فالنهارده عايزين في الفيديو الصغير ده نتعلم يا شباب هنعمل ايه في الكومبرهنشن. ده نموذج لقطع ممكن تيجي لك في امتحان بالشكل ده. هو مبدئيا طبعا احنا عندنا بسم القطع ملهاش توقعات، لان هي المفروض تيجي ان سين، يعني ما ينفعش مثلا احل القطعه دي بالكتاب الاقيها في الامتحان، غالبا ما بيحصلش. دايما بيحاولوا يالفوا قطع يجيبوها من بره. القطعتين دايما القطعه الاولى يبقى فيها صعوبه شويه والثانيه سهله، بس هو ما يقدرش يجيب لك الاسئله كلها، الثمان اسئله كلهم الاختيار صعبين، مش اسمها كده، ما حدش عارف يحل. لازم يجيب لك حاجات مباشره، لازم يجيب لك اربع خمس جمل هتلاقيهم في وشك بالظبط، واحده اثنين ثلاثه فيهم افكار. فانا عايزك النهارده وانت تبقى يا جماعه في الامتحان ان شاء الله تعمل ايه مع القطع. لازم تخلي بالك ان انت لو عندك مجال ان انت تسيب القطع لغايه ما تخلص بيت الاسئله يا ريت، حتى وانت ماشي بترتيب الامتحان جالك اسئله القطعه انت عارف ارقامها، رقم سؤال رقم 15 ولا 16 حسب السؤال بتاعك، خلاص اسيب مكان احل مثلا ترانزليشن ترجمه، احل رايتنج اسي، احل النوفل، يعني اضمن الامتحان ومعايا ساعه مش وقت ما يسرقنيش، عشان اضمن نفسي ان انا خلصت في ساعه ونص بقيت الامتحان. تعالى لي بقى القطعتين في الساعه ونص دول. لازم تفهم ان انت ما هتقرا القطعه اول مره مش شرط يا جماعه تفهمها كلها صح، وارد ان يبقى في حاجات انت مش عارفها. انا بكلم الطالب اللي عايز يجيب درجه كويسه. فانت هتبدا تعمل ايه يا ابني؟ هتحاول تقسم القطع، هي بتقسمها فقرات كده. تكنولوجي هاز تشينجد بيبول اند ذير ليف بات سام بيبول دونت لايك ذا ريزلتس اوف تكنولوجي. بدات افهم ان هي بتتكلم عن مين؟ عن التكنولوجي. ما ده مهم جدا ابقى فاهم القطع بتدور حوالين ايه؟ هل ايه واحد بيحكي قصه؟ هل بيتكلم عن حاجه عامه؟ هل في مشكله معينه؟ طيب ذي اوفن ريزيست، ده جايب ريزيست بلون مختلف مش عاملها كده في امتحان، احتاج خط ذا نيو. ممكن عشان عارف الكلمه دي. They might prefer to take trains instead of plane and receive letters instead of phone calls. ده بيتكلم ان الناس ممكن تفضل القطور عن الطيارات، ان هي تتلقى الجوابات عن الايميل. انا بدا اشوف بيقارن بين حاجتين. فانا برضه زي ما قلت لك مش من اول مره هبدا افهم القطعه كلها، انا هبدا اقراها بالترتيب على قد ما اقدر واحاول الدنيا ماشيه ازاي. طب انا دلوقتي جبت مثلا حصلت 30% ارجع تاني. ايه ده مستر؟ طبعا ترجع تاني. ترجع تاني وشوف اي معلومه مهمه، هل في اي معلومه مهمه؟ هل ذكر مثلا كلمه بيكوز عشان كذا؟ هل في تاريخ؟ المره الثانيه بقى وانا عمال اقرا القطعه كمل الاسئله بقى. فيقول لك مثلا ويز اوت كمبيوترز ايه اللي هيحصل؟ ويبدا يجيب لك اربع اختيارات. لازم تبدا يا جماعه تكلم تشوف القطعه بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الكمبيوترز وبتكلم ان ويز اوت كمبيوتر هيحصل ايه؟ فانت زي ما قلت لك بتبدا تشوف الاجابه بتاعتك في اي جزئيه؟ يعني ابدا يا جماعه ادور على القطع، القطع مثلا بتتكلم عن الكمبيوتر هو جزء من التكنولوجيا، بدا يخش على الكمبيوتر بس. ده ممكن هو خلي بالك بقى بص كده كان ايزلي بيرفورم سيمبل اند كومبلكس، ده هيبدا يتكلم عن مهام الكمبيوتر. الكمبيوتر ده بص يا جماعه عامل ايه؟ مثلا بيزنس، في شغل بدا يجيب لك سنه سنه موجود فيها. طيب كمبيوتر سيف جريت اماونتس اوف تايم، بيوفر وقت. كل ده حاجات الكمبيوتر بيعملها، عشان يرجع بقى يقول لك ويز اوت كمبيوتر ايه اللي ما يحصلش؟ بدات يا مستر انا عايز اقرا قطعه مره اتنين عشان ابدا اشوف السؤال ده هجيبه منين. في اسئله عايزك تبقى عارفها، زي مثلا يقول لك مثلا ذا بيست تايتل فور ذا كومبرهنشن، ذا سيوتبل تايتل فور ذا كومبرهنشن، انهي عنوان مناسب للقطعه؟ هنبدا نشوف يا جماعه الاربع اختيارات انهي اكتر حاجه مناسبه للقطعه. لما يبدا يجيب لك كلمه ويقول لك الكلمه دي عايده على ايه؟ وممكن يجيب لك ضمير في الامتحان يا جماعه سؤال زي كلمه هي دي يحتاج تحتها خط او زس، يقول لك الكلمه دي عايز ويجيب لك اربع اختيارات. ابدا امشي اللي قبلها اشوف السطر اللي قبلها هو بيتكلم عن ايه. بس هي الفكره الاساسيه ان انا اكون مقسم القطعه بتاعتي كده لفقرات، كل فقره بتتكلم عن ايه.
الجزئية دي بيتكلم فيها عشان ما يجي يسألني أي سؤال. بص يا جماعة زي ما قالك كده هو What does the writer mean by the underlying word pay off؟ في كلمة عايز معناها اسمها pay off، أنا مش عارف يعني pay off بس هي الأربع harm people تأذي الناس، waste time تضيع وقت، causes delay تسبب تأخير، brings benefit تسبب أو تجيب فوائد. يبقى نضطر أن أنا أرجع تاني لكلمة pay off كانت موجودة فين أهو، وهشوف هارا اللي قبلها عشان أستفيد. أنا في الفيديو ده مش بقولك هنحل قطعة، أنا عايز أعلمك إزاي تتعامل مع سؤال الكومبرهنشن. عايزك لما يجي لك في الامتحان قطعة أنت مش فاهم المعنى من أول مرة ما تتخضش، تبقى عارف إن أنا هقرا قطعة مرة. طب بعد ما أخلص كده أخش على الأسئلة بالراحة، أي سؤال يا ابني يقف قدامي أرجع للقطعة تاني أقرا أدور على الجزئية بتاعت السؤال، أحاول في الأربع اختيارات أستبعد. ما لو حسيت إن الدنيا واقفة معايا أبدأ بالاستبعاد عشان أوصل للإجابة الصح. ممكن أقراها مرة كمان هتلاقيك فهمتها جدا. هي الفكرة كلها في الوقت، ما هو لما اداك 3 ساعات لامتحان الانجليش اتحالف ساعة ونص، يا شيل القطعتين كده على جنب، جمل تشوز 14 جملة والجملة الترجمة وجملتين الترجمة والساعة ونص يخلصوا بسهولة كمان. طب ما هيسا في ساعة هو عارف ان القطعة تاخد وقت، هو ليه مديها 16 درجة مقابل ان كل جمل تشوز بتاعت المنهج 16 درجة؟ يبقى الوقت ده مقسوم بينهم هما الاثنين. فانا عايزك تخلي بالك ان احنا ان شاء الله في القطعتين يا ابني زي ما قلت لك، لو انت وانت بتحل في الامتحان جات لك القطعة عايز لها مكان ترجع تقفل الترجمة، تقفل الرايتنج السي، تقفل النوفل وترجع تاني القطعة شغال، وانت بتقرا القطعة الاولى ما تصدمش من اول مرة. مفيش حد بياخد انطباع او حد يا جماعة بياخد الا لما تقرا مرة واثنين وثلاثة، وبعد كده تبدا تقرا الاسئلة وتشوف السؤال عايز ايه. في اسئلة ممكن يسألك عن العنوان المناسب للقطعة، ممكن يقول لك الكلمة دي عايدة على ايه. لو في تاريخ ممكن يقول لك مثلا يخليك تحسب تاريخ، يقول لك الراجل ده اتولد سنة كذا وهاجر راح امريكا سنة كذا، يقول لك هو لما هاجر امريكا كان عمره كام؟ مش ينفع تمشي بالشبه فوق، تبدا تدور انت على التاريخ تحسبه. فالموضوع في الاول والاخر تركيز. ما انت في الاول والاخر يا جماعه حافظ كلمات وعلى قد ما تقدر، مش كل الكلمات تبقى انت عارفها جايه في القطعه، بحاول استنتج من السياق القطعه ماشيه ازاي. ممكن اجيب القطعه بتاعت امتحان مصر 22 وراها، انا عايز اعرف مستوايا وابدا اقرا الدنيا احل. طب مستر ما في حاجات ما ترجمتهاش، حاول تحل بس كده وشوف نموذج الاجابه وشوف هجيب كام من 8 عشان تعرف انت وقع عنك ايه، فهتلاقي في الاخر الدنيا تمام. يبقى انا في الفيديو الصغير ده يا جماعه حاولت الحق معاك كده بالراحه اقول لك الدنيا تمشي ازاي في الكومبرهنشنز. هيبقى فيه قطعتين بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله ب 16 درجه، ان شاء الله تقرا سؤال كويس جدا جدا، ما تستعجلش ما تتخضش، خلي عندك ثقه بنفسك. واحد اتنين بالراحه كده، القرايه كتير بمعناها فهم كتير، اقرا الاسئله وارجع على القطعه، اقسم القطعة فقرات، لو في معلومة مهمة بعناية تاريخ اسم شخص بسبب كذا، في معلومة مهمة اخلي بالي منها عشان ممكن يجي عليها سؤال، السؤال اللي ما اعرفوش ارجع له تاني. فعلى قد ما نقدر ان شاء الله يا جماعة بنحاول مع بعض نحاول نفيدك في نظام الامتحان، نظام الاسئلة موجود عندنا في القناة، فيديوهات كتير جدا بنحل قطع فيها، بنحل امتحانات شاملة، حاول تتفرج على الحاجات دي تفرق معاك قوي، والاخص امتحان ثانوية عامة لان هو ده المستوى اللي بيجي في الامتحان. فرب يكون في الفيديو الصغير ده عرفنا نفيدك في التعامل مع القطعة، وربنا يوفقكم ان شاء الله واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.